طيب قال لماذا أنتم تنكرون الأولياء علما بأن الصوفية كانوا قبلكم في الدعوة؟ أول حاجة إحنا ما قلنا ننكر الأولياء، عارف المعلومة دي؟ إحنا ما بننكر الأولياء، إحنا بننكر الصوفية. ما الأولياء؟ الأولياء موجودين، ونحن نسلم على الأولياء يوميا أكثر من 5 مرات. مش في التشهد بنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا بنفطن إحنا؟ ما بتقولوها في الصلاة؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فأي تشهد نحن بنقولك؟ نحن لا ننكر الأولياء، لكن من هم الأولياء؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الله والرسول، خد بالك، ومن يطع شنو؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الأولياء الصالحين ديل مع النبيين ومع الشهداء ومع الرسل يوم القيامة في الجنات العلى، لكن عندهم شرط. أرجع أول الآية، قال ومن يطع من؟ ومن يطع الله والرسول. يعني أنت عشان تبقى ولي صالح لابد تعمل شنو؟ تطيع الله وتطيع الرسول. ربنا قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنت بتطيع الله وبتطيع الرسول، وأولى ما يطاع فيه الله التوحيد، أولى ما يطاع فيه الله. افتح القرآن، أقرأ أول أمر في القرآن. ما هو أول أمر في القرآن؟ ربنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا. يعني أنت عشان تبقى ولي صالح أول حاجة تطبق الآية دي، اعبدوا ربكم، تعبد ربنا بجميع العبادات، بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وصلاة الجنازة وبر الوالدين والصدق والصدقة والبر والإحسان والصيام، دي عبادات. وقال لك فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد ديل كيف؟ ما تجعل الله ند، يعني تدعو الله وتدعو أبوك الشيخ يا الحفيان طلحقنا الناس اللي بينادوا، تدعو الله وتدعو الشيخ، ده جعل لله الأنداد. ومن جعل لله ندا فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عنه في القرآن في سورة الشعراء، قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، كلهم كبون في جهنم. قالوا وهم فيها يعني جوا جهنم يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. قالوا نحن بيحلفوا بالله كنا ضالين. السبب شنو؟ قالوا إذ نسويكم برب العالمين. يسوون بالله كيف يعني؟ ما ترى زيدة أنت مش بتدعو الله؟ لما ترفع يدك بتدعو الله ولا لا؟ مش دي عبادة لله ولا ما عبادة؟ ترفع يدك تدعو المولى. ربنا سبحانه وتعالى قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. أيوب عبد ربنا ولا ما عبده؟ عبده. بعده قال وزنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى. نادى منو؟ نادى الله. فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بعده زكريا عليه السلام قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. بعدها طوالي ربنا قال شنو؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الآية الثانية وكانوا لنا عابدين. عابدين، لاحظ عابدين،
يعني انت بتعبد الله لمن تدعوه. طيب هنا قالوا في الآية قالوا إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. سواهم بالله لمن دعوا الله ودعوهم. عرفته؟ ده أول أمر في القرآن أنت مفترض تطيح فيه الله عشان تبقى صالح. ديل دارين يبقوا صالحين ساي بالشرك. يبقى صالح بالشرك. تزال يبقى صالح بالشرك. أنت بالمعصية ما بتبقى صالح. تبقى صالح بالشرك. بعدين قال وأطيعوا الرسول. أنت عشان تبقى صالح أطيع الرسول. درس بيطيعوا الرسول. النبي عليه الصلاة والسلام ما احتفل بمولد ديل بيحتفل. النبي ما دق نوبة ديل بيدقوها. النبي ما رقص في نوبة ديل بيرقصوا. ها؟ النبي ما مدح مدايح شركية ديل بيمدحوا. النبي حرم الغلو ديل بيعملوا الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الظلم ديل شغالين في الظلم والشرك. كيف يكونوا طايعين الرسول؟ عين ليش أشكالهم دي أشكال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان لابس أخضر، كان مربط في النص، ها؟ كان لابس جوبة مرقعة. كان يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل الثياب، أجمل الثياب. قال الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أضحيان، أضحيان، أضحيان معنى القمر. قال عليه حلة حمراء مخططة يعني كما قال ابن القيم. قال فجعلت أنظر إلى رسول الله وإلى القمر فإذا هو أجمل من القمر. ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كان وسخان زي ديل. وسخ ورمامة ها وشغالين بيمدحلون في مدايح باطلة والواحد يطير فوق ويطق الواطة ويقول لك ما ولانا ده أبونا الشيخ وده الزاهد وده الذاكر وده العابد. العبادة ربنا ما قال توسخوا، وربنا سبحانه وتعالى ما أمرنا بالقباحة ولا أمرنا إطلاقا بهذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. شفت كيف؟ عشان كده أنت لو دار تبقى صالح تطيع الله، تعمل بالقرآن وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل بالسنة، كده بتبقى صالح. ومن هنا تفهم جوابنا على السؤال إنه نحن ما بنكره الصالحين ولا عندنا مشكلة مع الصالحين، لكن ده ما يهون. ما يهون يا ناس. صالح بيقول أنا عرشها. تخيل ده صالح عندهم قال أنا عرشها والكرسي أنا كرسي. قال أنا للسما بانيها ولولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ها بتاع السوق الشعبي قال لهم أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء يعني يوم القيامة. إذا الأرض مدت والسماوات حقتي وأجود على أم لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. قال تطاوعني الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. ده ولي صالح؟ ده صالح؟ صالح كيف يا ناس؟ والصالح ده غيروه ولا شو؟ بتاع الزريبة قال لهم ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا. رجال الغيب دول الصالحين. في صالح بيعلم غيب؟ قال أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم. أنتم ساترين الناس. ها؟ قال فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهس عطشانا وقد فاض بحركم ألا حاشا وحاشا أن تطيع عيالكم فأنتم عيال الله والأمر أمركم. خذ بالك الأمر أمركم. إذا شئتم أول إذا شئتم شاء الإله يعني الله بعديكم. إذا شئتم شاء الإله وأنتم تشاءون ما قد شاء لله دركم. ده صالح؟ ده صلاح الكلام ده؟ دي ولاية؟ عشان كده أعرف نحن لما نقول لك بننكر نحن لا ننكر الأولياء والصالحين. نحن ننكر الأولياء المزيفين. ده الأولياء مزيفين ما هم أولياء صالحين. أما الأولياء الصالحين نحن بنحبهم وفي صلاتنا كل يوم نحن بندعو لهم. ها ما عندنا مشكلة معهم.